ما عنديش انا حارس. عطوش وهاد ما لقيتوش باش تدوا. والله ما عنديش انا قلت لك انا راه حارس سياره فرما واحد يعطيني درهم واحد ما يعطيهاش. انا دابا ما نقيلش تن انا ما نقيلش نبكي قدامها وكنبكي لها ملي هذا الزير كنبكي لها قبل الدريه درك 14 عام ما كتاكلش انا كنتالم ببلاصتها هي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة البرادعة أو إذا صح التعبير دوار البرادعة نواحي المحمدية في الملف اللي عدد كبير من المغاربة متبعين الحلقات ديالو مول الجلابة مع الفقراء. القصة اللي غنشوفوا اليوم قصة غريبة ديال عائشة. عائشة شابة طموحة 14 سنة ما كتاكلش كتعيش في السوائل. لم يتم تكيف او تشخيص اذا صح التعبير المرض ديالها وهذا ناتج بشكل كبير على الفقر اللي عندهم. هنا مشاهدينا الكرام والجلابه غندخلوا على الخط اكتشفوا حيثيات هذه القضيه. تبعوا معايا. السلام عليكم. لكن ممكن تعود لي على عائشة 14 عام ما كتاكلش علاش؟ ويا البنية عندي مرضية كانت كتقرا مزيان كانت بخير. السبب ديال هذا المرض هذا لأن واحد النهار كانت قبضت في هذاك القبض دينا المستشفى تحيد لي هذاك القبض دوزت واحد الأسبوعين هكا تقريبا عاوتاني رجع لي هذاك القبض عاود من تما كاينه صافي ما تلاتش بارا تاكل ما تلاتش كتقدر تاكل هذا هو السبب ديالو. ودقيت جميع الابواب وكتعرف كنعرف انا انسان فقير ما بحالي ما عنديش عندي الله سبحانه وتعالى يعني دقيت جميع الابواب ما لا شيء انت اللي كتمشي عنده كيقول خرج التحليله بفلوس خرج لك هذه بفلوس ما عنديش انا حارس. 14 عام ما لقيتوش باش تدوى. والله ما عنديش انا قلت لك انا راه حارس سياره فرما واحد يعطيني درهم واحد ما يعطيهاش هكا وصافي مره نجيب 600 مره 700 داكشي اللي كنجيب كنوكلو لي هي انا كنشرب هي الخبز والشاي وهادي ما لقيت الناس محسنين اخواتي يعطوني باش نتعالج وصافي ناكل وصافي هادو لي لا هادشي اللي يجيني. واخا خويا محمد فاطمه عاودي لي القصه ديال بنتك انت مشيتي الام ديالها عاودي لي. هي سبب علي سبب المايض والقبض مني تعالجت منه شوية عاجنا عاوتاني مرضات بي عاود على وجناها ما تلاش بغات تاكل داكشي اللي عندها عندها هنا الحمد لله ما كدوش الماكلة كتروح عليها حتى كتجي لها بلاصة تهزها كتجي لها بلاصة تهزها أي بلاصة وقفنا ليها ما كاين والو. وهذا 14 عام كلها تقدر حتى حد ما قدر يعرف المرض ديالها والو. أنا الأمنية ديالي بغيت الدرية تعالج ما تاكلش ليا 14 عام العيد هو الاخر كتشهى ما كتاكلوش عيش عب منعيش والحليب السوائل صاد السميده هي الاخر كنطحن انا في منينك ساعه تاكلها انا بغا تعال حتى شي حاجه عاد تعال انا دابا ما نقيلش تن انا ما نقيلش نبكي قدامها وكنبكي لها ملي هذا الزير كنبكي لها قبل الدريه درك 14 عام ما كتاكلش انا كنتالم ببلاصتها هي انا كنتالم انا ما لقيت انا ناكل اللي قسم الله وبغيت بنيتي تعالج ما بغا والو بغيت بنيتي تعالج عالجوها ليا ما بغات حتى شي حاجه امي ديالي عاد تعالج ليا البنيه هذا هو الخير ديالي انا. يا ربي مشاهدينا الكرام غادي نشوف مع البنيه عايشه لاباس عاودي ليا مالك يا مالك شحال عندك من عام دابا عايشة؟ 27 14 عام كلها ما كتاكل 14 عام ما كناكلش 14 عام كنت شحال من حاجة ما كنقدرش نقرا 14 عام ديال المعاناة 14 عام وأنا في المدرسة
الله يفرج عليك يا ربي. غتولي ان شاء الله بخير وعلى خير. ان شاء الله. واخا اختي واخا. الوالد كان طالب من خوتي المغاربه ومن الشعب المغربي ومن الجميع اللي بقلب الرحمه يساعدوني في نعاج هاد البنيه هادي، راه عزيز عليا بزاف. وانا كنت كنطير خدام ولا عندي شي مدخول ولا شي روتريت ولا شي حاجه، راه غادي ما عرفتش غادي ندير. ولكن انا بحالي انا خدمت الوطن، عارف الملك واحد الوقت خدمت وكان مصيري المهم لا داعي لهاد الهضره هادي. المهم على كل حال كنت في الصحراء المغربيه دوزت فيها سنين وسنين، كنت في النهايه خرجت لا شيء. انا البنيه هي السبب ديالي، ودابا انا كنطلب من خوتي المغاربه ومن المحسنين ومن ذوي القلوب الرحيمه يساعدوني. على ذكر القلوب الرحيمه غادي نبداو بموجه اللعبه. موجه اللعبه غادي يساعدك، غادي يساعدك باش ان شاء الله البنيه تداوم يا رب يا رب. موجه اللعبه غادي يساعدك يا رب يا رب. كيما ساعدتيني وكيما فرحتيني فرحتي هذه البنيه هذه، انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يجازيك ويفرحك ويزين ايامك ويعطيك مناوي بخاطر يا ربي. انا كنشكر هاد الصحافه الجميله اللي عملت ساعدتني وجات لعندي ومساعدتني في الضراء والسراء. يعني كان انا كان ما يعني ما قدرتش باش نعبر مع يعني الله يعمل سيد ربي ويحفظهم يا ربي احنا معاك ان شاء الله ويزين ايامهم ويزين ايامهم ويعلي درجتهم والحمد لله. دعيت مع المغاربه راه كيدعي معنا في لي كومونتير الا ماشي استطاعتهم وتيساعدوا في لي كومونتير حتى هما والتعليقات وتيدعوا معك. كلهم خوتي المغاربه المحسنين اللي في داخل الوطن ولا اللي خارج الوطن. وعاش الملك ملكنا الزين الله يحفظه الله ينصره الله يزين ايامه يا ربي. وهذا والسلام عليكم. شكرا لك. الكلمه الاخيره اللي عندك نشوف البنيه. الله يجازيهم بخير. ولكن قلت معنا الله يوقف معاه، الله يجازيه بخير، الله عمر مولانا يخلصه، الله يوقف مع المسلمين كاملين اجمعين، الله يخلص الجميع. شكرا لك، شكرا. اختي ان شاء الله هذه الخطوه هذه وهذا المبلغ غادي يساعدك في التطوير ان شاء الله، احنا غنتجمعوا معك. الله يفرج عليك، وانا ان شاء الله غادي نعاود نجي عندك عما قريب وغنتبع معك. الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا عائشه شابه طموحه كما قال الاب ديالها كانت ممتازه في التدريس عندها مسار جميل جدا، الا ان القدر له راي اخر عندنا ما نديرو. مشاهدينا الكرام والجلادة ساهم وكذلك سوف نحاول ان شاء الله اننا نتبعوا هذا الملف ديالها. مشاهدينا الكرام في السابق مراسل ديال محمد ادريس واللي شاف هذه القصه تناولها، حنا المرجي اللعبه بطبيعه الحال اللي شاف هذا الملف وتاثر بشكل كبير وجا لعندها باش يساهم حتى هو. ادريس مشكور، المرجي اللعبه مشكور، الدعم ديال المغاربه الدعاء ديالهم بطبيعه الحال لن يزيدنا الا قوه. مشاهدينا الكرام حلقه اخرى ان شاء الله، تبعوا معايا.